بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام صبحكم الله بالخير في حلقة جديدة من حلقات في الضحى، نصبح عليكم ونبدا يومنا طبعا بذكر الله ونقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وإذا يعني قلنا هذا الذكر سواء في الصبح أو المساء، رب العالمين يكفيكم ما أهمكم من هموم الدنيا ومن هموم الآخرة، فصبحكم الله بالخير وصباح الرضا طبعا شيخة ومشاعل. صباح الورد يا عبد الله، وأكيد أصبح على المشاهدين صبحكم الله بالسعادة والرضا وكل شيء جميل يوم سعيد نبدأ معاكم نهار جديد إن شاء الله نطلع عليكم مواضيع أكيد تهمكم وتفيدكم مع ضيوف مميزين نقول لكم صباح الخير صباح السعادة صباح الخير يا شيخ صباح النور مشاعل وعبد الله وصباح السعادة والأفراح لكل مشاهدينا عبر برنامج في الضحى وعبر شاشة تلفزيون قطر اليوم نبدي معكم صباح جميل صباح مليء أكيد بالرضا الرضا عن الذات الرضا عن كل شيء في هذه الحياة لازم نحب نفسنا لازم نحب نحن نكون سعيدين أيضا نحب ذواتنا عشان نحب نفسنا ونحب ذواتنا لازم نحط لنا أهداف وأهدافنا كثيرة إن شاء الله راح تكون في هذه السنة ومن هذا اليوم لازم كل واحد ما عنده هدف يحاول أن يحط له هدف هدف أنك تحب نفسك تكتفي عاطفياً بذاتك العاطفية تكتفي بحب السعادة لنفسك تكتفي بحب أيضاً كل شيء خاص فيه سبحان الله تعالى خصك فيه من خصائص ومميزات أنت فيه كإنسان وأهم هذه الصفة هي حب الإنسان لوطنه لأن حب الوطن ما له مثيل

إحساسي الوتر وانتاين الأمل مرحبا اعزائي المشاهدين صبحكم بالخير مره ثانيه دائما نجدد العهد مع الله بالرضا وبكل شيء الله اعطانا اياه سواء اعطانا اياه او خذه منا دائما ما اخذ منك الا ليعطيك مره قريت عن حكيم صيني جو الناس وقالوا له احنا نشتكي يعني من هموم الدنيا من هموم الدنيا فقال لهم كل واحد فيكم يكتب لي همه ويحطه في ورقه ويحطه في هالصندوق وبعد اسبوع تعالوا لي عشان نشوف شنو مشاكلكم كل واحد كتب آه، كتب مشكلته وحطها في ورقه وحطها في الصندوق وبعد بعد اسبوع آه، قال لهم يلا افتحوا الصندوق كل واحد ياخذ ورقه عشوائيه فجاء واحد منهم خذ الورقه صار يفتحها ويسكرها يفتحها ويسكرها فقال ليش سويت هالشكل قال له لانه انا قاعد ادور على مشكلتي فدائما الانسان اللي يشوف همه اللي يشوف هم الناس تهون عليه همومه وتون عليه بلوته فدائما نجدد العهد نعم. مع الله نحن راضيين بكل شيء الرضا بما قسم الله بما قسم الله وبما كتب الله هذا باب كبير باب كبير ونعمه كبيره آه الله ينعم بها على على الانسان انه يرضى بكل شيء نعم يعني آه ايضا دوام الحال آه من المحال فيعني راح تمر على الانسان ايام راح يكون فيها سعيد راح تمر على الانسان ايام راح يكون فيها حزين ايام حلوه ايام مره ايام فيها مشقه بس لازم يرضى يرضى ب... باللي اكتبه رب ربك له وباللي قسمه ربك له يعني رب العالمين في, في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب إن أتيت يعني إن جيتني راضي بما قسمته لك اتيت ورحت لك يعني قلبك وبدنك وكنت عندي محمود فيعني لازم ترضى بما قسمه الله لك لازم تكون راضي بقضاء رب العالمين وقدره ويعني صباح الرضا ان شاء الله عليكم جميعا ونبدأ حلقتنا بتقاريرنا والفعاليات اللي عندنا في دولتنا الحبيبه قطر ونبدا معاكم اول تقرير مع مؤتمر قطر الاول سلاسل الامداد والتوريد نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نستكمل حلقتنا الحدث الهام الذي سيشكل منصه مثاليه لبناء شراكات عالميه فيما يخص عمليات التوريد والامداد مع الشركات المحليه وتبادل وجهات النظر حول افضل التطبيقات التكنولوجيه الحديثه المستخدمه في هذه العمليه هذا المؤتمر الذي يمثل باكوره في نسخه سوف يكون منطلقا لتطويره ايضا في السنوات القادمه. طبعا هذا المؤتمر راح يعرف مجتمع الاعمال المحلي باهميه النظر والاستفاده من اداره سلسله الامداد والتوريد كثير من الانجازات والمؤتمرات والفعاليات تشهدها دولتنا الحبيبه قطر وصلنا معكم اليوم في جولتنا في اولى صحفنا وجرائدنا المحليه من جريده العرب وتصدر طبعا هذا الخبر تصدر كل صحفنا المحليه حيث هذا الخبر يقول صاحب السمو عبر تويتر متحفنا الوطني ارثنا وتاريخنا العريق يتفضل حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمه مساء اليوم الاربعاء حفل الافتتاح الرسمي لمتحف قطر الوطني في مبناه الجديد وسيلقي سموه كلمه بهذه المناسبه وقال صاحب السمو في تغريده امس عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر متحفنا الوطني ارثنا وتاريخنا العريق غدا نعيد افتتاحه من جديد متحف قطر الوطني وأرفق سمو الأمير المفدى التغريدة بمقطع من الفيديو للتقرير القديم يتحدث عن متحف قطر الوطني في الماضي وأنه صرح جميل يظهر ماضي القطريين وتراثهم طبعا هذه التقريدة نحن نثمنها كقطريين وأيضا مواطنين ومقيمين على أرض هذا الوطن هذا الحدث عظيم ستشهده إن شاء الله قطر اليوم وافتتاح وردة الصحراء رابط بين الماضي بأصالته والحاضر أيضا بإشراقه هو يروي قصة وكفاح شعب قطر كل هذه الأشياء راح نشهد إن شاء الله في تفاصيل وتغطية متميزة لافتتاح طبعا هذا المتحف الذي زاره طبعا سموه الأمير قبل الافتتاح يتأكد من جاهزيته نتمنى كل التوفيق لكل من قام على هذا العمل ويكون صرح فعلا يعني يشهد له التاريخ إن شاء الله الخبر الثاني من صحيفة الوطن هذا الخبر يتحدث عن الدعاية الانتخابية لمرشحي البلدي حيث بدأت انطلقتها الدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة وذلك في أعقاب إعلان الكشوف النهائية للمتقدمين للانتخابات وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية ويتنافس في هذه الانتخابات 94 مرشحا بينهم خمس مرشحات وذلك في 27 دائرة انتخابية فقط من بين 29 دائرة بعد أن تم حسم دائرتين بالتسكية هما الدائرة السابعة والدائرة السابعة والعشرون وبدا المرشحون حملاتهم الانتخابيه التي تمتد نحو عشرين يوما وذلك عبر التواصل المباشر مع الناخبين ومن خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك اللافتات الاعلانيه في الدوائر الانتخابيه طبعا نتمنى كل التوفيق لكل مرشح مرشحي المجلس البلدي و أيضا هناك إبراز للقواعد الانتخابية اللي حددها القانون واللي نص على أنه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري وغيرها كثير من الاشتراطات والقواعد الخاصة بدور الانتخابيين نتمنى كل التوفيق لكل من قام بترشيح نفسه ثالث خبر معنا اليوم من صحيفة الشارق هو خبر تعليمي يتحدث عن كلية المجتمع تفتتح مقرها الخامس في الخور. افتتحت كلية المجتمع في قطر مقرها الجديد في الخور بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. وياتي افتتاح المبنى الخامس للكليه في اطار حرصها على مواصله التقدم الذي تحرزه ضمن استراتيجياتها للتوسع على مستوى الدوله تلبيه للطلب المتزايد على برامجها الاكاديميه والنمو المطرد في عدد طلابها وكذلك لاستقطاب المزيد من الطلاب والطالبات من سكان المناطق الشمالية الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية طبعا هذا ليس بالجديد على جامعة أو كلية المجتمع لها كثير من الأفرع في فرع لهم في دحل الحمام في روضة الحمامة وعندهم أيضا أفرع كثيرة في الدفنة وهذا الفرع أيضا راح يخدم إن شاء الله كل الطلاب في المنطقة الشمالية نتمنى التوفيق لكل طلابنا اللي حابين يدخلون في تخصصات في كليه المجتمع. اخر خبر عندنا آه طبعا هو خبر اقتصادي وجميل يتحدث من جريده الرؤيا هذا الخبر ويقول فودافون عفوا شريك لمهرجان سباير ارض العجائب. اعلنت شركه فودافون قطر عن شراكتها مع سباير زون لرعايه مهرجان سباير ارض العجائب الذي يقام بين السادس والعشرين الى الثلاثين من مارس في محيط بحيره سباير. ويحيي المهرجان الشخصيات القصص الخياليه المحببه للزوار على اختلاف اعمارهم مثل علاء الدين وبنوكيو وبيتر بان وسندريلا وذلك باستخدام احدث تقنيات الصوت والاضاءه ويتضمن المهرجان كذلك عرضا بصريا مذهلا لنافوره المياه يترافق مع الموسيقى وتقنيات الاسقاط الضوئي ثلاثي الابعاد لتتحول بذلك حديقه اسباير الى فصل من فصول الحكايات السحريه. طبعا هذا مش جديد على اسباير ارض العجائب، كثير من الفعاليات والانشطه احنا شهدناها مؤخرا في اسباير سواء كان للكبار ام حتى للصغار. طبعا بهذا نكون انتهينا من جولتنا في صحفنا المحليه راح ناخذكم الحين مشاهدين لاستكمال باقي فقرات البرنامج ولكن راح نروح معاكم الى تقرير عن جائزه حمد بن خليفه في مؤتمر من خلال نسختها العاشره عن الترجمه الدولي اللي جمع كثير من الباحثين والمتميزين واوراق العمل تفاصيل اكثر نشوفها في هذا التقرير ونرجع نتواصل معاكم نستكمل باقي فقرات برنامجنا نذكر بكل فخر جائزه الشيخ حمد بن خليفه للترجمه التي اصبحت جائزه عالميه واصبحت عامل كبير جدا في تشجيع في تشجيع الترجمه للعرب ولغير العرب واصبحت جائزه عالميه وطبعا جامعه حمد بن خليفه جامعه فتيه ولكنها وخلال سنوات محدوده اصبحت من الجامعات البارزه وبالذات في موضوع الترجمه هذا المؤتمر بنسخته العاشره يعني هذه السنه العاشره انه نقيم فيها مؤتمر الترجمه الدولي وهالمؤتمر مهم لعده اسباب اول شيء انه جذب كميه كبيره من الاكاديميين والباحثين فاحنا استلمنا حوالي 300 ورقه بحثيه اخترنا منهم 40 بس لهالمؤتمر وعندنا متحدثين من 20 دوله آه هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا في مجال الترجمه لانه يسلط الضوء على اخر التطورات والابحاث اللي وصلها عالم الترجمه وفرصه للقاء الاكاديميين والباحثين في هذا المجال وكما انه اليوم في قطر وفي العالم العربي لاول مره كان في اربع ترجمات متوفره اللي هي الترجمه متيسره للجميع في منها لغه الاشاره الوصف السمعي للمكفوفين آه والترجمه الفوريه الى اللغه العربيه والانجليزيه والترجمه الفوريه الكتابيه أعزائي المشاهدين صبحكم صبح الله بالخير والسعاده مره ثانيه كثيره هي المبادرات اللي تصير في قطر اليوم راح نتكلم عن مبادره تستطيع كل ام انها تستفيد منها امهات شابات وهي مبادره اجتماعيه تهدف الى توفير المعرفه والتعليم في المسائل اللي تخص الامومه طبعا تحدثنا عن هذه المبادره المهندسه منى العمادي عضو في مجموعه امهات شابات حياك الله ويانا وصباحك الله بالخير حياكم الله وش مشكرين على الاستضافه. أه صباح الخير وحياك الله احنا اكيد متشرفين فيك يا منى. هلا حياتي. منى فكره امهات شابات شنو الفكره هذه؟ أه اول شيء امهات شابات هي مجموعه موجوده على الانستغرام هي لزياده الوعي الثقافي والصحي أه للامهات الحمل واللي عندهم اطفال. وكيفية عن الرضاعة الطبيعية والولادة وكيفية كيفية العناية بالرضيع والتربية الحديثة للطفولة المبكرة. يعني احنا احنا ممكن تكلمنا عن المجموعة بس نبي نعرف شلون جاتكم الفكرة، فكرة انشاء هذه المجموعة، فكرة انشاء هذا الحساب اللي هي امهات شابات. اي واش المجموعة تأسست من خلال نجلة الكواري، نجلة الكواري هي مرشدة رضاعة. جاتها الفكره والشي انها فتحت جروب بسيط على الواتساب للاهل والاصدقاء ومن هنا حبت يعني تفيد فئه اكبر فمع يعني مع الوقت تطور الموضوع وفتحت مجموعه انستغرام عشان تفيد فئه كبيره في المجتمع وغالبا يعني المجموعه تستهدف الامهات الحمل او اللي عندهم اطفال من عمر المواليد لين عمر ثمان سنوات حلو ما شاء الله منى يعني انت مهندسه تبارك الرحمن وفكرتك حلوه جدا ان انتم تحطون مجموعه من الامهات الشابات اللي ما لهم خبره في الحياه كام يعني بدايه انها تكون ام ماسكه بيبي مسؤوله عن بيبي عن اكله آه شيء جدا حلو يعني اعماركم شلون تبتدي المجموعه هذه؟ ايش كثر يعني اعماركم؟ يعني غالبا اذا شفتي مثلا اللي حديثين متزوجين او اللي عندها أطفال ثمان سنوات <applause> غالبا يكون عمرها في العشرينات لين نص م. الثلاثين فيعني ما عندنا عمر محدد الصراحة للأم نفسها بس عندنا عمر محدد للطفل نفسه يعني ما يصير يكون أكبر أطفالها يعني يعني ما راح تستفيد وايد إذا أكبر أطفالها من ثمان سنوات سنين. أي. أي, قبل يعني غالبا إحنا نستهدف الفئة اللي تكون عندها أطفال بعمر أصغر يعني أكيد مهم جدا إن الأم يكون عندها خلفية قبل يعني إذا كانت حاملة أو شيء ف في آلية للمشاركة في هذه المجموعة هل في شروط لازم تتوفر في الأم على أساس أن تدخل في مثل هذه المجموعة معاكم؟ الانستغرام عموما مفتوح للكل أي حد ممكن يشوفه وعندنا يعني إحنا نشاطين نشاط الأول الأهم يعني اللي هو الانستغرام اللي موجود في كل شيء حتى الورشات وكل شيء اللي بنطرحها تكون موجودة في الانستغرام وعندنا نشاط ثاني مصغر لا عبارة عن مجموعة في التليجرام <applause> وهاي مجموعه للدعم وال... يعني مثل سبورت جروب للدعم للأمهات اللي تشارك بس تشارك خبرات و... وشنو ممكن هاي تفيدها في هالشيء <applause> اذا سؤال بسيط مثلا أه... وكيفيه المشاركه في هالجروب عادي اي حد بغى يعني يشترك يكلمنا عن طريق الانستغرام نشوف اذا توافقت الشروط ممكن ندخل لهم هالجروب الدعم الصغير يعني <applause> زين انزين منى يعني هو اكيد مجاني صح اي وحده حابه أيوة. اي مجاني واي وحده حابه انها تشترك معكم بس انها تدخل على اي بس الشرط انها تكون قطريه او متزوجه من قطرية اي انزين بالنسبه حق يعني انتم تعلمون الامهات اللي توهم صايرين امهات شلون تمهد الطفل تاكدون على اهميه الرضاعه الطبيعيه اي اول شيء احنا اهم اهم شيء في الجروب هو ان اهميه الرضاعه الطبيعيه وشلون ممكن تفيد الطفل والام وحتى أه يعني نفس ما قلتي عن التمهيد ممكن نتكلم عنه وممكن نحط الطرق الصحيحه للتمهيد انه ومن من هالاشياء بس انها تكون بطريقه علميه وماخذينها من مصادر موثوقه يعني مو مش تكون من اي مكان. حلو،, حلو شلون شفتوا الاقبال؟ يعني اكيد في البدايه يمكن الاقبال ما كان كبير فنبي نعرف شلون كان الاقبال من البدايه لين ما وصلتوا لهالمرحله الحين. أه شوفوا تاسست المجموعه عام 2013. ويعني مع السنين شوي شوي بدا الاقبال يعني حاليا في الانستغرام عندنا حوالي 159 الف متابع ما شاء, الله. وقروب شاء الله. الدعم حوالي 240 عضوه ما شاء الله يعني عدد كبير عدد كبير يعني احنا راح نستكمل الحوار وراح نتكلم اكثر عن الموضوع بس ننتقل لزميلتنا شيخه مع ضيفتها ونرجع نستكمل حوارنا معك يعطيكم العافيه زملائي واكيد راح نستكمل باقي فقراتنا لكن اليوم فقرتنا تتكلم عن الجمال المراه دائما تبحث عن الجمال الطبيعي والمكياج بالذات الناعم اللي يظهر جمالها دون المبالغه فيه وخصوصا المراه العام. اليوم راح نتكلم عن كيف نضع مكياج بدون ما يظهر فيه بشكل مبالغ، ما يظهر إن حاطه انت كميه كبيره من المكياج، مع خبيره التجميل ومدربة المكياج شيخه سعود صبحك الله بالخير شيخه. صبحك الله يا السميه. حبيبتي. <تصفيق> اليوم <تصفيق> نتكلم احنا عن المكياج نوم يعني ميك اب نو ميك اب، أيوة. شنو هو الميك اب نو ميك اول شيء الميك اب نو ميك مثل ما تفضلتي وقلتي إن شلون احط ميك اب اكون طبيعيه ما ابالغ. أكون بارزة جمالي بمقاييس بحيث اللي قدامني يشوف جمال بس ما يعرف هل أنا حاطة ميكب هل أنا مو بحاطة يكون في عنده تساؤل بس شايف شيء حلو قدامه وشايف شيء طبيعي. زين هذا المكياج يعني هو الميكب اب ينفع إن أنا أروح فيه صباحا أروح فيه الجامعة أروح فيه شغلي ولا ممكن حتى أنا أثقله بعدين يعني مع مرور الوقت مثلا. لو حاطه مكياج نو ميك اب الصبح أيوة. ورديت مثلا بروح مثلا مناسبه او بظهر العصر هل ممكن انا ازيد عليه واخليه مكياج عادي طبعا اكيد دائما نقول ودايما في الدورات اللي اقدمها اقول اساسيات الميك اب اساسيات الميك اب هاي ما نختلف فيها يعني الشيء اللي بتسوينه في الميك اب نو ميك اب بتسوينه في الميك اب يعني بتحطين الاساسيات كامله وبعدين تقدرين تثقلين عليها انزين انا الحين بروح الدوام بروح الجامعه بعدين عندي حفله في الليل شو اللي اقدر اسوي انا حاطه كل الاساسيات ما علي اني انا ازيد الكميه بالطريقه الصحيحه وبالاماكن المناسبه وبتكنيك معين بحيث بعد حتى لو كنت حاطه ميك ثقيل اكون للحين في المحور اللي انا جمالي مبين وبمقاييس ومعايير برزه جمالي يعني تبرز الملامح الرئيسيه فيني بالضبط زين الميك النو ميك اب شنو الاساسيات اللي فيه على شنو يعتمد اليوم احنا نتكلم عن بالذات الطالبات المراهقات بالضبط. وطالبات الجامعه دائما يحبون طبعا يقضون وقت طويل في الجامعه فيحبون يحطون الاشياء الخفيفه فايش الاشياء اللي ممكن احنا نحطها في النو ميك اب اوكي اول شيء لما انا اروح مثلا الدوام او الجامعه لازم احب احط ميك اب واحب احط كل شيء على اساس ان احس ان انا حطيت ميك اب اوكي انا بحط ميك اب كامل بس بيكون نو ميك اب بدال ما اخذ الفاونديشن انا بروح باخذ البي بي كريم بالسي كريم كريم الاشياء البديله تعطيني تغطيه وتعطيني صفاوة ونقاوه للبشره وتوحيد لون واشراقه بعد تعطيها بالضبط ونضاره بحيث ان الوجه يكون متوحد وهي بعد تحس ان لا ما ما في اختلاف ما بحط فول كفر فاونديشن بعدين بحط الكونسيلر في الاماكن اللي احتاجها بحاول في الميك اب نو ميك اب اني انا اتجه للاشياء الطبيعيه يعني في روجي في لون الشادو أروح في الألوان المتداخلة في بشرتي اللي مش وايد أوفر تبين. اللي هي الترابية احنا ممكن بالضبط عنها بالضبط الألوان الترابية وايد حلوة ودايماً داجة وتناسب أغلب بنات هالقطر. انزين آه بالنسبة للإضاءة، الإضاءة دايماً بنات يقولوا أنا ما أقدر أستغنى عن الإضاءة وأحب وايد أحط الإضاءة. أوكي هل في الميك اب نو ميك اب بحطها ولا لا؟ حطيها بس مثل ما قلت لازم يكون بمعيار معين تحطينها بحيث تبرز المكان مو بتكون وايد أوفر. في بعد. ممكن استغنى حتى عن الروج بس مو بني اخلي لون شفايفي عادي احط جلوس خفيف احط لمعه خفيفه هني اشجع إن شويه تحطين لانه يعطي روح للجمال كامل أنزل. يعني الحين هذا هذا اللي هو نو اب ممكن احنا نستعيض عنه بالسيسي كريم والبيبي كريم والدي كريم آه، لما انا يكون عندي مشاكل في البشرة اليوم نتكلم عن المراهقات اكيد في حب شباب اكيد, أكيد. في آه، بيجمنتيشن اللي هو تبقع البقع داكنة مثلا في اماكن معينة الهالات آه، انا ما بيستخدم الكونسيلر الصبح أوكي. ما بيستخدم آه، فونديش مثلا آه، سيسي كريم او بيبي كريم ابي استخدم آه كريم اساس عادي عشان اغطي الفونديشن أيوة. هل تنصحين انت من خلال الدورات اللي قاعد تعطينها هتنصح... تنصحين البنات انهم يعتنون في بشرتهم واستخدم اشياء خاصه للعنايه بالبشره مثلا آه شيء يضيق لي المسامات شيء يزيل لي البقع افضل واحط بعدين كريم عادي مه. ولا ان انا لا أستيقظ عنه بالفول كفر لا دائما وابدا اقول يا بنات ودائما في دوراتي اول ما ابتدي اقول لهم شوفوا الميك اب مو بسحر الميك اب يعطيني جماليه بس اذا انا ما كنت مهتمه اصلا في بشرتي اشرب ماي اوكي ودائما في كريمات استخدم الليل كريم الليل وكريم النهار واستخدم في عنايه فعلا واضحه ما راح يفيدني الميك اب لان بتحلين مشكله بمشكله ثانيه لا خلاف إنه في الاول والاخير احنا قاعدين نستخدم مواد على وجهنا صح اوكي انا يد حطيت هالمواد على مكان فيه حبوب ومكان فيه مشاكل لازم اول شيء اعالج بشرتي بعدين ابتدي اتعامل معها بالميك اب طيب ما عالجت بشرتي ورايحة احط ميك هل احط الميك على طول ولا لا بحط الفاونديشن لازم اهيئ بشرتي ودائما دائما قبل ما نبتدي ان نتعلم شلون الميك اب اقول لهم انا يهمني فقره البشره قبل فقره الميك اب لان هم الاثنين يكملون بعض صحيح انا ممكن احط لك اللوك كامل بس ما راح تكونين بالنظاره لما تكون البشره مرتاحه لما يكون فيها عنايه وحتى لو عندي مشاكل وقعدت انا كم سنه خليت هالمشكله ويت الحين بحط ميك اب ايش بسوي اخذ الخطوات اللي تخليني قبل الميك اظهر بلوك كامل وصحي وفي نظاره واشراق اكيد زين يعني هل اليوم احنا لما نستخدم ايضا في النو ميك اب نستخدم ايضا المسكره ايش نوع المسكره المفضله نحن نستخدمها تكون تعطيني لوك طبيعي وتخلي رموشي كبيره ودائما احنا نحب الرموش المقوسه بالضبط آه اذا احنا بنروح نحط نو آه ميك no بنروح المسكره دائما اروح للمسكره اللي تطول الرموش اللي تعطيها حيويه وما كثر حتى لما ايا اطبقها ما اطبقها مرتين يعني ما احطها وارجع مره ثانيه احطها لا احطها مره واحده بحيث انها تكون خلاص ناتشرال شيء طبيعي تعطيني اطلاله فدائما حاولي في النوم ميك اب على الاشياء المسكره اللي تعطي يعني شويه كثافه وشويه طول الرمش <applause> وما تثقلينها كل شيء دائما واعيد وازيد اقول لهم معايير معينه نخليه طبيعي طبعا احنا الحديث بقيه كذا راح نستكمل فقرتنا هذه لكن راح نروح حق زميلنا مشاهدينا عمر الشمري في مركز تمكين ورعايه كبار السن ونصبح لك بالخير يا عمر صبح عليك بالنور والعافيه الزميله شيخه المناعي وعلى ضيوفك الكرام وعلى جميع من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر مشاهدينا متواجدين في مركز إحسان حيث تقام فعالية رتل الآيات تصل للغايات طبعا راح نتكلم أكثر عن هذه الفعالية اليوم مع الأستاذ الأحدان الكبيسي المشرف على الفعالية مرحبا وسهلاً فيك يا هلا ويا مرحبا يا سهلا فيك بداية نقول سعيدين حقيقة بتواجدنا في مركز إحسان وسعيدين في حسن الضيافه والاستقبال اللي لقيناه عندكم، تكلمنا نعم تفضل. والله احنا اسعد وسعيدين بحضوركم وبزياراتنا في المركز علشان تشوفون كل شيء على ارض الواقع. نعم، احنا الحين على ارض الواقع حقيقه وجالسين نشوف الاقبال وجالسين نشوف الناس، كلمنا عن هذه الفعاليه. فعاليتنا اللي هي رتل الايات تصل للغايات في نسختها السادسه. مثل ما تكلمنا سابقا ان هي تنقسم الى ثلاثه افرع، الفرع لحفظه القران كامل وايضا فرع لحفظه جزء الاحقاف اللي هو الجزء السادس والعشرين والفرع الثالث اللي هو للتلاوه لجميع من اماكن القران يعني ما فيه جزء محدد. نعم اخوي الاحدان هذه السنه السادسه على التوالي لهذه المسابقه. من يعني ست سنوات وانتم تنظمونها؟ هذه النسخه النسخه السادسه كانت النسخه الاولى كانت فقط تلاوه وفي في بدايه التنفيذ اما بعد ذلك ف تواصلنا بحفظ الاجزاء كل سنه جزء يعني اول سنه جزء عامة حفظ بعدين تبارك وبعدين قد سمع بعدين ذريات والان عندنا الاحقاف يعني خمسه اجزاء مشوا معنا هذه في الحفظ، وأيضاً عندنا في التلاوة بديناها قلنا لك إحنا أول شيء بدينا تلاوة فقط وبعد ذلك عملنا الأفرع وطورنا في المسابقة. هو الحقيقة المميز في الفعاليات اللي هي تبدأ الفكرة وثم تنمو. وهذا هو المهم أن دائماً الفعالية يعني تدخل عليها أفكار جديدة و... نعم تفضل نعم التعديل لازم على كل شيء فيه تعديل وأيضاً إحنا الآن بعد كل واحد كل متسابقة يخرج من المسابقة نأخذ منه استبيان ونشوف رأيه في المسابقه وايش اللي يعطينا من الملاحظات عشان نطور ولازم التطوير اما تكون ثابت على شيء واحد هذا شيء خطأ يعني. يعني هل هذا خلاصه يعني استنتاج انه هم ايش يبون كبار السن مثل هالفعاليات هذه؟ اكيد احنا نشوف متطلباتهم ايضا يعني في منهم يقول لك المكان نبي يكون تخلون مراكز للتقديم في اماكن اخرى بشرط كله كله عندكم يعني في ناس يجون عندكم في ناس يروحون في منطقه مثلا في زغاوة في ناس يروحون في الدفنه فهذه الفكره ندرسها ايضا اكيد انتم في المستقبل تاخذون بعين الاعتبار هذه الملاحظات ويعني وان شاء الله تكون لكم تطلعات ان مثل هالمراكز تنتشر اكثر واكثر اكيد لان العدد كبر كل سنه يكبر اكثر من السنه اللي عقبها الان مثل ما قلنا لكم في لقاء سابق 300 و77 مسجل يعني يمكن السنة القادمة بيوصلون إلى 400 فال400 في مكان واحد صعبة بتكثر أكيد لهم اللجان بتكثر لهم الأماكن وتسهل لهم الأمور للتقديم أصلا نعم أخوي لحدان على طارية التقديم كيف هي طريقة التقدم للمشاركة في هذه المسابقة؟ إحنا سهلنا الأمور لآخر حد حطينا أرقامنا في, في الإعلان يتصل ويعطينا بياناته بالتلفون ما في داعي يجي يسجل وين حصل الاعلان الاعلان موجود في في الفيسبوك موجود في الانستغرام موجود في تويتر نشرناه في الانستغرام في الواتساب وايضا بعد نزل في الجريده وفيه في المساجد مساجد الدولة اخذوا من الاوقاف مشكورين بعد ننوه ان الاوقاف كانوا لهم مشاركة طيبة معنا وتعاون طيب في المساجد الاعلانات وضعت في المساجد نعم ما شاء الله طبعا يعطيهم العافيه كل شاركوا معاكم ونحن ايضا داعمين لكم حقيقه ونحب ان نوصل هذه الرساله من خلال الشاشه ومن خلال الكلمات اللي تفضلون فيها نعم نعم نشكر مع وزاره الاوقاف نشكر دور ومراكز التحفيظ بعد اللي كان لهم الاثر الكبير في دعم هذه المسابقه وجلب لنا المشاركات والمنتسبات اللي عندهم مشاركات كيف شكل المشاركات؟ من اين هي المشاركات؟ الناس اللي يجونكم يعني ممكن تفصلهم لنا؟ الناس يجون اللي في المساجد يجون في دور التحفيظ في مراكز التحفيظ في المراكز التابعة لنا اللي هو مركز إحسان فرع المطار مركز إحسان فرع فرع وفرع الشمال وأيضا المعارف نعم. المعارف وهم نفسهم المشاركين عندهم معارف بعدهم ما شاء الله ينشرون اعلاننا يعني تكرما منهم تبينا نتكلم عن الجوائز ولا تخليها بعدين مفاجاه لهم؟ والله الجوائز اصلا معلنه يعني ما هي مفاجاه بس هي معلنه الجوائز تصل الى 107000 ريال 48 فائز 20 من الفرع الاول 20 من الفرع الثاني 20 من الفرع الثالث و8 من الفرع الاول. نعم الاستاذ لحدان الكبيسي فالكم التوفيق وفي نهايه هذه التغطيه نشكركم حقيقه ونتمنى التوفيق للمشاركين في هذه المسابقه وان شاء الله في المستقبل نشوفكم في يعني مسابقات اكبر واوسع. ان شاء الله واحنا شاكرين لكم هذه التغطيه. نعم شكرا. إذا مشاهدينا كنا معكم في تغطية مباشرة من مركز إحسان واطلعنا على مسابقة رتل الآيات تصل للغايات وكان معنا الأستاذ لحدان الكبيسي المشرف على الفعالية نرجع بعد هذه التغطية إلى الزملاء في الاستوديو إلى تفضلوا. يلا لك زميلنا عمر الشمري كان من مركز إحسان ما شاء الله 300 متسابق من كبار السن حفظت القرآن الله يزيدهم إن شاء الله نرجع مع ضيفتنا المهندسة منى العمادي وهي عضوة من مجموعة أمهات شابات كنا نتكلم يا منى عن المجموعة هذه اللي أنتم كونتوها عشان تساعدون الأمهات الشابات في تكملة حياتهم الأسرية وشلون تعرف أنها هي تحمل مسؤولية بيبي آه من اللي يشوف يشوف هالأمور هذه يعني في عندكم اللي يشرف يعني ممكن تكون أمك مثلاً أو كبار السن اللي عندكم تأخذون خبراتهم ولا من وين جبتوا هالخبرة؟ آه غالباً نقرأ يعني مقالات أو دراسات آه نحاول أن تكون من مصادر موثوقة طبعاً يصير شوي تجادل <applause> مع الجدات يعني أو الأمهات <applause> الأم العصرية والأم التقليدية أيوة لازم يصير تجادل <applause> مثلاً خاصة مثلاً عن الأعشاب عن الماي خاصة حق الرضع يعني <متصف> الدراسات الجديدة تقول حتى الدكاترة انه لا تعطون بس الامهات يعني احنا عادي عطينا ما صار فيكم شيء. زين <تصفح> <تصفح> شنو شنو اهمية اهدافكم في في هذه المجموعة؟ اه اهدافنا لهالمجموعة هي نشر التوعية اه ال يعني ان تكون الام واعية على حالتها الصحية النفسية والبدنية وشلون ممكن تعتني بطفلها بنفس الطريقة ان توفر له ان توفر له يعني الحياه مستقره نفسيا وصحتها البدنيه والجسديه والعقليه تكون سليمه بعد، والتوازن الاسري طبعا اهم شيء يكون موجود في العائله. ما شاء الله جهودكم يعني مبينه ما شاء الله يعني وانتم مجموعه صغيره ان شاء الله اكيد الحب اي وحده حابه شايفه في نفسها ان تقدر ان تزيد من هذه التجربه اكيد إيه مفتوح الباب مفتوح الباب لها, لها خاصه يعني. يعني احنا نسوي ورشات مم. ونعلن عنها عن طريق الانستغرام الورشات ممكن تكون مع اي جهه حابه يعني تفيدنا خاصه في مجال الاطفال او الرضاعه او الولاده او يعني شيء يخص المراه والطفل ف بس حياهم الله يعني اي حد يبي يكلمنا ممكن يتواصل معنا عن طريق الانستغرام <applause> يعني انتم الورش اللي, اللي تسوونها تكون خاصه اكيد في الاطفال وخاصه في في التعامل مع مع الاطفال أي. ايوه فكل كم فتره ممكن يعني تسوون الورش منو اللي يعني ممكن يشارك معاكم في الورش هذه اي حد ممكن يشارك معنا يعني احنا نحط الاعلان أي. على الانستغرام واي ام حابه تشارك ممكن تشارك واي حد يعني حاب يسوي دوره ويبي يتواصل يعني يبي لنا يعني نسوي معاهم شيء ممكن يتواصل معنا ويعني الباب مفتوح حق اي نوع من الورشات والدورات. <applause> يعني الكل الكل يقدر يشارك معاكم الكل يقدر يعني يقدر أي حد يشارك عنده... معنا اي حد يقدر يشارك يقدر اي حد عنده خبره ممكن يعني انه مم. آه يشارك معاكم في هذه المجموعه، لو نبي كلمه اخيره توجهينها طبعا للمشاهدين وللامهات خصوصا. آه والله كوني انت دائما ثقي في نفسك ان انت يعني قدها وتقدرين ولا تخلي الافكار السلبيه تاثر عليك الصراحه من المجتمع لان هاي وايد شيء مهم لان اذا الام انحطت تحت ضغط نفسي الانتاجيه لها ممكن تخف فدائما خليك واثقه ب قدراتك وفطرتك كأم وفطرتك كأم صح كل شكر لك المهندسة منى العمادي احد عضوات مجموعة امهات شابات على المعلومات الحلوة اللي اعطيتينا اياها حياك الله انتقل حق زميلتنا شيخة وضيفتها الكريمة يعطيكم العافية زملائي واكيد الامهات لهم دور كبير سواء كانوا شابات او حتى كانوا صغار لهم دور ايضا في توجيه بناتنا بناتنا المراهقات اللي بيحطون او أكيد. حابين يحطون المكياج من سن مبكرة من شوي تحت لها احنا تكلمنا عن الدورات اللي انت تعطينها كونتي خبيرة تجميل ومدربة مكياج. فايش الدورات اللي تعطينها انت شيخة؟ أنا أعطي دورات للمبتدئات دورات أساسيات المكياج للمبتدئات وأيضاً أعطي دورات للمحترفات تركيزي الكبير على المبتدئات لأن أحسهم أكثر فئة تحتاج تحتاج تبتدي صح. تحتاج يكون عندها أساسيات صح تكمل عليها لأن أنا عندي قناعة إن الأساسيات اللي أنا بتعلمها أول مرة هي الأساسيات اللي أنا بكمل عليها دائماً صحيح اللي ترتكز ترتكز عليها أي مبتدئه. بالضبط اتىني المدربة ممكن حتى يكون عندها فكرة عن الميكب بس يكون في عندها مشاكل تواجهها بس مو بعارفة وين المشكلة بالضبط احاول في الدوره اول شيء اتكلم عن فقره البشره، طبعا مو انا اللي اتكلم عن فقره البشره للمصداقيه، لان كل واحد يكون في مجاله يعطي ودائما اقول للبنات خاصه البشره لا تستشيرين اي احد، لازم تروحين عند اهل الاختصاص. تيهم فقره البشره تكلمهم عن بشرتهم، يشوفون بشرتهم، شو اللي أشياء اللي تحتاجها، آه وش اللي الكريمات اللي تنصحهم فيها، بعدين نبتدي على موضوع شلون احط ميك كامل بنفسي نتعلم لوك ناعم نتعلم لوك ثقيل نتعلم أنه حتى مسكه الفرشاه متى استخدمها ودائما ويمكن اكثر اللي دربتهم يقولون لي ليش ما تستخدمين فراشي وايد اقول لهم لان احب حتى لو كنت مثلا قاعده في سيارتي في طيارتي في اي مكان اصابعي أتمكيج واطلع وهذا الصح ترى بالضبط وهذا الصح يعني اللي هو النوم اب انا حتى لو ما عندي ولا فرشه اقدر بصبعي انا احط كل مكياجي لو انا ابي بالضبط وشو يعتمد عليه؟ يعتمد بس نفس ما انت تمسكين الفرشه بخفه وتثقلين نفس الشيء صبعك. تاخذين الشيء بطبطبه خفيفه، يدك تكون خفيفه، يعني حبي نفسك، حبي الميك اب، لا تكونين قاسيه عليه، يعني خلك جدا جدا مرتاح وانت تحطين الميك اب واي شيء قدامك تقدرين تسوين فيه لوك كامل يمكن الناس او يمكن كثير من البنات يقولون لا انا ما اقدر استغنى عن البيوت بلندر بالضبط ترى بايدك انت تقدرين تفردين الفونديشن او كريم الاساس على وجهك بالضبط تقدرين توزعين تقدرين تسوين اشياء وايد البعض في البدايه تقولي لا 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 انا عندي طقم عندي 150 فرشه قدامي ابي استخدمهم ابي اعرف طبعا انا في الدوره اكون حريصه جدا ان كل واحده تعرف استخدامات الشيء اللي عندها ودائما اقول لهم بنات جيبوا الميك اب اللي وياكم بعطيكم ميك بس لما تروحين البيت ابي يكون عندك مرجع ابي تتعلمين على شيء عندك انت آه ايضا في الدوره اكون حريصه ان البنت تسجل يعني هم دائما يقولون انت ابله شيخه ليش <applause> لان اقول لها كتبي حطي مثلا هاي استخدمت شيء احنا اول شيء سوينا كذي ليش هالاشياء ما تحس البنت في, في لحظتها باهميتها لكن لما انت تروحين وتحسين ان انا موجوده عندك هاي صدقيني أعطيك اللوك كامل بأريحية وما تقدرين تخربطين ودائما عندنا احنا فريق عمل تقدر ترجع لنا اي استفسار الرد عليها على طول يعني دورتنا بعد ما تقتصر ان لا انا بس في هالدوره بكون متواصله مع خبيره التجميل لا احب دائما ان يكون في تواصل مستمر بالضبط المتدربه ما تكون متدربه تكون اخت وصديقه وعزيزه إذن احنا نتكلم اليوم عن الفرش في اب هل انا لازم يعني احنا خلينا نكون صريحين، احنا في كثير من الاعلانات الترويجيه اللي تروج انه حق فرش فلانه او علانه او حتى الماركه الفلانيه. بالضبط كثره الفرش راح تضيع المتدربه، ايش الفرش الرئيسيه اللي انا ممكن استخدمها لو انا ما بستخدم يدي، استخدمها في النو ميك اب. اوكي، أه طبعا في وايد فرش وفي فرش تغني عن فرش. طبعا اول فرشاه لا غنى عنها فرشات الدمج. فرشات الدمج اقدر استخدمها في اكثر من شيء. الفكينس. اللي هي دمج الشدي ايوه بالضبط اللي هي نفس الكشه ايوه نفس الكشه هي <applause> تي فلافي تي بيضاويه ويكون آه. شكلها آه وفي احجام منها بعد في احجام كل واحده تشوف الحجم عينها اللي يناسبها بحيث انه لما تحط الفرشاه تعرف انه يناسب حجم عينها طيب هاي فرشات الدمج اول شيء الشيء الثاني آه، فرشات البلاشر تقدر تخدمها في اكثر من شيء آه، فرشات الحاجب هاي اهم فرشة ها اهم فرشه هذه اهم شيء في كل شنطه تح. في كل مكان آه، في فراشي بعد آه... الفرشه الخاصه بالفونديشن الف... لا النو ميك اب مثل ما قلنا حتى لو ما كان عندي فرشه اقدر احط بيدي بيدي اقدر احط باي اسفنجه م -م. بكذا طريقه نحاول دائما ان احنا نختصر الفراشي م -م. طبعا كل وحده اكيد لها دور وما لنا غنى عنها بس لما نقول نو ميك اب وابي شيء بسرعه وابي اعتمد على نفسي فتكون خلاص فرشات الدمج، فرشات البراشة لانه مستحيل اطلع وخلاص بحط شوي اورد أه بحط حق حاجبي أه مسكرتي عرفتي؟ روجي الخفيف حتى لو كان عندي روج المرطب عشان يعطيني لون في نفسها فهاي من اهم الاشياء عندي. هاي الاشياء الاساسيه في النو ميك اب. بالضبط. أه زين لما تيجي اليوم أه وحده لك ابي احط شادو مثلا لونه كحلي. بالضبط. أه على عيني. هل انت تنصحينها ان هذا الشيودو ما يناسب لون عينك؟ يعني ايش الشدوات المناسبة حق طلعات النو ميك اب؟ اول شيء لما تقول لي ابي نو ميك اب وابي كحلي فهي طلعت من خط الاحمر اللي كنا واصلين عنده، انت تبين تبين وايد الالوان اللي تكون فاتحة بهالطريقة لا نبتعد عنها نشوف لون يناسب يكون من الداخل دائما روحي للالوان اللي تشوفينها لما تحطينها ما تحسين ان هي موجودة اصلا. بس تعطي نقاء للجفن كامل تعطي تحديد للعين نفسها تصفي الجفن كامل, اللي اللي الجفن كامل. تلاقيها كلها لا متقطع ولا كل شيء مترتب. دائما نروح للالوان الفاتحه للالوان المتداخله مثل ما قلنا الالوان الترابيه الل اللون اللي انت مثل ما قلت بعض البنات يقولوا ترى انا عندي الباليت بس صراحه ما اعرف اركب الالوان وهي عادي جدا صح خلط الالوان صح صعب بالضبط تقول ما اعرف احط هذا الاول ولا هذا الاول اي واحد فدائما في النوم ميك اب اقول لها حطي اللون اللي انت لما تحطينه ما يبين يكون يعني طبيعي دائما كلمه طبيعي هي باختصار تعريف الميك اب نو ميك اب يمكن العين بد تحتاج ان احنا نفصلها بشكل اكثر يعني لما نحط الشدو حق العين اللي هي الكريس او التقويسه مالت العين يعني يمكن كثير من البنات يحطون غامج وبعدين ما تعرف تحط انه لازم تحط فاتح على الجفن المتحرك فتي عند الجفن الثابت اللي هو هنا <applause> تحط لك لون غامج فيطلع شكلها يعني مثل ما قلتي ان يطلع شكلها مزعج او يطلع شكلها مو بحلو فتلخبط فايش الالوان اللي ممكن نحطها احنا في تقويسه العين عشان تبرز العين وتكون طبيعي اوكي اول شيء قبل كل شيء لازم نعرف تقسيمه العين لازم نعرف انه هاي الجفن المتحرك وهاي الجفن الثابت وهاي عظمه الحاجب وهاي كسره العين كسره العين نفس ما قلت لي التقويسه انزين اول شيء انا دائما اقول لهم حطوا لون فاتح على الجفن كامل ليش لان انا اقول يمكن المتدربه يطلع عندها شيء مو بصافي انا همني جدا الميك اب يكون نظيف عرفتي فح. بعدين ابتدي اغمج من اللون الفاتح ابتدي اغمجه كله هني ليش لان من الجفن المتحرك والجفن الثابت الضبابيه اللي انا استخدمت فيها فرشات الدمج بتكون مبينه مه. يعني مرات بعض البنات تقول لي اصلا ما حطيت بس فيه لون هنا بس في لون اقول لها انت لو دمجتي صح واستخدمتي الفرشه الصح بتلاقيني الالوان كلها تدرجت فانت دائما تكوني مركزه على هاي القوس وهو مهم جدا هو اساس العين وهو اللي لو انت خلاص مشيتي عليه صح وحطيتي تدرجات الالوان بتكونين في السليم ابتدي اول شيء خفيف بعدين ثقلي ما عندك مشكله تحطين ان شاء الله 10 الوان ما عندي اي مشكله دام اني انا عارفه وين قاعده احطها وين قاعده ادمجها صحيح. صحيح بالعكس ما داخله نتكلم ايضا عن تنظيف آه الرموش من شوي احنا تكلمنا عن شلون انا انظف رمشي آه او انظف عيوني بحيث ان انا ما اسوي لي تجاعيد آه يعني يعني متقدمه بالضبط. اليوم احنا نشوف طالبات كثير من طالبات الجامعه في سن صغيره بس لاحظ ان عندها تجاعيد وهي من طريقه التنظيف الخاطئه فايش هي التنظيف آه بطريقه صحيحه بحيث ان انا أنظف المسكره من عيني ما تتم بقاياها وفي نفس الوقت أحافظ على يعني المنطقه اللي تحت العين. اوكي، أول شيء بنتكلم عن تنظيف العين والرموش وشلون نشيل المسكره وبعد يهمني شلون ننظف الوجه كامل. الأغلبيه تقولش المسكره وايد تلعوزني يعني أنا شو أسوي؟ بسرعه أروح واي أروح هالاتجاه لما تروحين وتين أنت قاعده تسوي؟ أنت قاعده تعززين الشعره أنها تطيح. لان الشعره اصلا خفيفه تركيبتها جدا خفيفه الرمش اخف شيء في الوجه فلما تجين وتروحين بهالطريقه شيء غلط ايش بتسوين انت بتاخذين القطنه مع مزيل ميك يكون جيد ويناسب البشره بتروحين من تحت مع تجاه الرمش نفس ما انت تحطين المسكرة تنجبرين انت تروحين من تحت على فوق تروحين كذي من تحت على فوق وايضا من الفوق نفس الشيء حتى لو حسيتي ان بعض البنات يقول لي انا متكتل من قدام فشو تسوي تنزل وت... لا بتفرك. لا بتفرك. لا بتفرك. لا غلط غلط اقول لهم تكفون بعتزل المهنه الحين <applause> لا. فتكون لا تروحين على المكان المتكتل اوريدي عندك القطنه وتمسكينها شوي 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 بهالطريقه شوي شوي تلاقينا اوريدي السائل كامل طلع انه طلع بالضبط ما اروح لأن ايش بيصير المكان هاي حساس انت مو قاعده تستوعبين ان المواد هاي الكيميكال اللي انت قاعده تحطينها ترى انت مش قاعده تشيلينها لما تسوين انت قاعده تخلينها اوريدي تروح تتخلى اكثر في مسام قاعده تنفتح في اشياء قاعده تروح فتروحين كامل وجهك وتحت عينك باتجاه واحد تروحين باتجاه واحد لو رحتي وجيتي بيصير؟ انت قاعده تشيلينه وتردينا تشلينا وتردينا تسكر الباب, الباب. الباب وتفتح الباب تسكر الباب وتفتح الباب بالضبط تخلي الباب مفتوح بس <applause> شيخه نصيحه اخيره حابه توجهينها لكل البنات حتى النساء الكبار اللي, اللي حابين يحطون مكياج بس <applause> ما يبين ويكون مكياج خفيف ويكون مكياج هادي ويبين اشراقه البشره ونضارتها. اول شيء آه واخر شيء واهم شيء عندي اهتمي في بشرتك دائما وابدا اهتمي في البشره أه قولي اول شيء انا بشوف نظاره بشرتي بعدين بشوف مكياجي بعدين لما تروحين تطبقين ميك اب نو ميك اب قولي انا لازم اكون طبيعيه ببرز جمالي بمقاييس طبيعيه وخاصه خاصه البنات اللي في عمر المراهقه عمر المراهقه جدا صعب صحيح أه تحب هي تشوف البنات فتبي تكون نفسهم لا كوني نفسك كوني انت ممكن يناسبها وممكن ما يناسبك ممكن انت قاعده تشوفين اطلاله بس ما تعرفين اذا شلت الميك اب شنو اللي هي قاعده تعانيها وقاعده تغطيها بالميك فلا حاولي تحطين اشياء طبيعيه، الوان فاتحه، أه حافظي على بشرتك بيدك بأناملك دائما اقول لهم وحتى شعاري ان شاء الله في الدوره القادمه ان شاء الله باذن الله بتكون في شهر اربعه أه كوني يعني خبيره تجميل باناملش، باناملي اكون خبيره مكياج. اكيد شيخه سعود خبيره تجميل ومدربه مكياج يعطيك العافيه الله وشكرا على كل هالتفاصيل الجميله اللي اعطيتيها لنا اليوم. حبيب. حبيب. اكيد طبعا مشاهدينا من فقرتنا هذه طبعا اكيد استفدنا كثير الجمال بس مش في المكياج ولكن ايضا جمال البشر جمال جمال الروح وصفاء القلب فاصل ونرجع نتواصل معاكم ونستكمل باقي فقرات برنامجنا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام واغفالي ونصبح عليكم بالخير مره ثانيه في برنامج في الضحى، تعتبر المسؤوليه الاجتماعيه اليوم ركن اساسي من اركان المجتمعات، وقد هيئت قطر لتحقيق المسؤوليه الاجتماعيه في انظمتها الاقتصاديه، الدعم المالي والمعرفي للشركات الصغيره والمتوسطه، اضافه الى مساعده الشركات الكبيره في احتضان الشركات الوليده. نعم، موضوع فقرتنا اليوم المسؤوليه الاجتماعيه ناقشه مع الاستاذه روضه القبيسي خبيره التنميه البشريه صباح الخير حياك الله في برنامج فيضحة حياكم الله وبالعكس ان شاء الله تكون معلوماتنا خفيفه وسهله لمشاهدينا الكرام ان شاء الله باذن الله يعني لو في البدايه نتكلم عن مفهوم المسؤوليه المجتمعيه شنو يعني شنو تعني المسؤوليه المجتمعيه؟ المسؤوليه طبعا هي تحمل مسؤوليه اتجاه المجتمع يعني مفهومها البسيط في البدايه هي كانت مسؤوليه مجتمعيه على المؤسسات اتجاه المجتمع يعني كانت في البدايه مع حقوق الانسان مع تقرير حقوق الانسان عام 1948 وحق المساواه في الاجور عام 1967 عام 1976 هني بدا على مؤسسات الدوله والحكومات النظر في كيفيه تحمل هذه المؤسسات جزء من المسؤوليه المجتمعيه امام المجتمع، لان اللي يعملون فيها هي افراد، والافراد هذه تطالب بحقوق الانسان، لذلك حملت الدول المؤسسات هذه اللي تستخدم الموارد البشريه في في مؤسساتها والعمليه التشغيليه، توفير هذه المسؤوليه المجتمعيه نقول على الاسره اللي هي فيها موظف يشتغل عندهم، على الاسره اللي هي بالفعل تحتاج التوعيه، في مجال معين مثلا نقول الاغذيه في مجال الصحه كل هذه المجالات والقطاعات المتنوعه لذلك يتحمل المسؤوليه على المشت... على المؤسسه تقول مثلا المؤسسه انت مؤسسه صحيه عليك توعين المجتمع في هذا النطاق الصحي عليك توفرين الكادر حتى يوصل خدمات نقول نسبة 5% للمجتمع في معرفة الخدمات الصحية هي تبادلية بين المجتمع والمؤسسات الصحية كانت هي مبادرات غير مقننة وغير موضوعة في موازين وأيضا قوانين تحكمها لما جاء عام 1999 وضعت الأمم المتحدة آيزو 26 ألف وضعته وضع هذه المنظمة الآيزو وضعت هذا المعيار فقط لوضع الخدمه المجتمعيه في معايير وقوانين خاصه حتى يمكن المؤسسات انها تعرف ما هي واجباتها بشكل دقيق وايضا مسؤولياتها امام المجتمع امام الموظفين الذين يعملون داخل مؤسساتهم وايضا مسؤوليتهم الحقيقيه امام المجتمع وايضا كيفيه تفاعل المجتمع معهم حتى يحقق الفائده الكامله هي ليس بفكر اني انا اخذ مبلغ من المؤسسه واحطه او اني ادفعه هي كعمليات خيريه لا هي عميقه بشكل كبير تتركز على اربعه محاور اول واحدة انها هي توفر معايير الكامله لحقوق الانسان مه. ثانيا انها تساهم في الحفاظ على البيئه ثالثا المساواه في حق العمل المساواه الكامله والعداله بما نصته حقوق الانسان عام 1967 عام 1976 في الاجور مه. ايضا أنها هي تكافح الفساد اي فساد ممكن ان يطرا على المجتمع بمشاركتها المجتمعيه تقدر يد بيد مع الدوله انها تكافح هذا الوجه من اوجه الفساد. نعم. استاذه روضه يعني وديتي العالم كبير يمكن <applause> ضعت انا شويه <applause> بس اللي انا فهمت ان رؤيه قطر 20 30 هي تعطي مسؤوليه المجتمع لهذه المؤسسات <applause> الصغيره هذه ان تشوف ممكن تحققه بالنسبه للافراد. صح احنا <applause> مع قراءتنا وابحاثنا لقينا خلينا نقول رؤية قطر الوطنية 2030 اعتمدت على أربعة ركائز، الركيزة الاجتماعية، الركيزة الاقتصادية، الركيزة البيئية، والركيزة إذا ذكريني فيها ناسيتها الاجتماعية الاقتصادية البيئية البيئية متذكرها مع بعض إن شاء الله فهذه الركائز الأربعة اللي جاية من رؤية قطر الوطنية 2030 مع التفصيل الدقيق فيها، لقينا ان هي راسمة خط طريق لجميع المؤسسات، ولأن سمو الامير حفظ الله سبحانه وتعالى لنا ان شاء الله يا رب وامد الله ان شاء الله بالقوه والعافيه مهم لنا، مهم آه قال لنا قطر تستحق الافضل من ابنائها، فرؤيتنا لهذه الجمله اللي بالفعل اصبحت شعار يردد قطر تستحق الافضل من ابنائها، هي حملت المسؤوليه الاجتماعيه على الفرد كذلك، انا كفرد موجود بين صحيح افراد المجتمع صحيح علي ان اخاطب المؤسسات والمؤسسات يجب عليها ان تفتح هذه القنوات لتحمل لت التواصل للتواصل وتحمل جزء مع من هذه المسؤوليه المجتمعيه صحيح المسؤوليه صحيح المجتمعيه نقول يعني من الوزارات الدوله المؤسسات عليها ان تتعاون مع المؤسسات الاجتماعيه وايضا عليها ان توفر هذه الخدمات الاجتماعيه حتى تكافح الفساد وان نعم. كان باقل القليل وان كانت غير ظاهره وغير مباشره نعم. حتى تحقق الفائده الكامله على المجتمع من خلال خدماتها ايضا اللي تقدمها لها نعم. وعلى الفرد ايضا ان يساهم معها بوجوده وتحمل المسؤوليه نعم. الاجتماعيه بناء على الركائز اللي موجوده في رؤيه قطر 2030 نعم. يد بيد مع المؤسسات حتى يوصلون نقول بكامل توجهاتهم سواء كان من المورد المالي سواء كان من المورد البشري سواء حتى كان من المشاريع المنفذة بأن يحققون الفائدة الأمثل وتحقيق الرؤية بشكل أعلى وأدق نعم. نعم نحن راح نتكلم أكثر بعد يعني لحين الموضوع طويل والموضوع يعني عميق راح نتكلم عنه أكثر بس مشاهد الكرام نطلع في هذا التغيير عن الحفل السنوي ل 2019 لبرنامج تدريب حكومه قطر الرقميه، نشوف هذا التقرير ونرجع نستكمل باقي حوارنا. الرئيسية التي رسمها سيدي صاحب السمو وكذلك المتابعه لمعالي رئيس مجلس الوزراء تبلور هذا البرنامج ب 1300 خريج مستقبلا راح يكون اكثر نحو تحقيق التكامليه والتفاهم بين الوزارات والجهات الحكوميه الاخرى لتحقيق الرؤيه المشتركه لحكومه قطر الرقميه. نعمل على الشراكة مع عديد من الشركاء في تقديم برامج وخطط كثيرة من أهم شركاء هذه السنة أوراكل راح نقدم مجموعة واسعة من التدريبات الخاصة بهم كذلك نعمل بشراكات لفتح عدد كبير من مراكز الاختبار بحيث ان احنا نرفع من عدد شهادات الاعتماد. عرفنا الجهات اللي في الدوله 19 جهه عرفنا امكانياتها، عرفنا قدراتها واوجد التعاون والاستفاده منها والحمد لله الان صرنا احنا نعمل احنا بشكل مخطط ومدروس ومخطط له وصرنا نوصل لاهدافنا باقصر الطرق واقل الجهود. اكيد طبعا راح نستكمل باقي فقرات برنامجنا واليوم نتكلم عن الرياضه هي كثيره هي المواهب اللي يملكها ابنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليميه. من هنا يبرز دور المدارس في الكشف عن هذه المواهب والامكانات والطاقات الكامنه والعمل على دعمها وتنميتها عشان نتكلم اكبر عن دور المدارس في اكتشاف المواهب الرياضية بالذات المتميزة وتوجيهها نحو الأندية يسعدنا اليوم استضافة الأستاذ عيسى علي أبو حجب منسق قسم التربية البدنية في مدرسة حمزة الإعدادية نرحب فيكم ونقول لك صباحك الله بالخير يا هلا ويا مرحبا فيكم وأسعد الله صباحكم بكل خير أشكركم على هذه الاستضافة ان شاء الله نضيف للناس معلومات تفيدهم ان شاء الله ان شاء الله، اليوم لما نتكلم عن ماده الرياضه او التربيه البدنيه في المدارس هي ماده نجاح رسوب ولكن لها اهميه كبيره، تكلمنا عن اهميه هذه الحصه الموجوده في المدارس اليوم. طبعا بالنسبه لحصه التربيه البدنيه او ماده التربيه البدنيه طبعا لها اهميه كبيره الان في جميع مدارس قطر طبعا واهتمامها من قبل الوزاره والدوله ايضا. ااا آه، في لها معايير وتغيرت الآن إلى كفايات نعم. فصارت المادة مهمة جدا في المدارس، طبعا نجاح الرسوب هذه موجودة في تسجل الدرجات في الشهادة، نعم. فعلى الطالب لازم يكون يلتزم بالملابس وحضور وغياب وكل حاجة من هذه الأمور هذه الرياضية. نعم. طبعا الحصة تبتدي من بداية اليوم من خلال الطبر الصباحي، الأنشطة التدريبية اللي أخذها في الصباح وأيضا من خلال الحصص فحصة التربية البدنية تساعد الطالب في بداية يومه على النشاط وترجع حيويته طبعا جاء من البيت أكيد ويفرق طاقته, ويفرق طاقته في حصة الرياضة, حصة الرياضة وأيضا هي تساعد الطالب على إيش؟ على أن يلاقي ذاته في الحصة في تكوين قائد يكون آه تدريبات يقوم فيها هو بنفسه فتساعد الطالب على استكمال يومه الدراسي بشكل سليم. اذا شنو الرياضات اللي انتم قاعد تشتغلون عليها يعني اليوم احنا نشوف ان الرياضات يعني موجوده في كل الانديه بس شنو الرياضات اللي انتم تدربون عليها الطلاب من خلال المراحل المختلفه سواء الابتدائيه والاعداديه وحتى الثانويه آه، طبعا الرياضيه الرياضات موجوده في جميع الانديه مثل ما ذكرتي طبعا الرياضات في مدرسة عندنا موجوده عديده السلة والطائرة والقدم والعاب القوة والجمباز هذه الرياضيات المعروفة عندنا في المدارس, في المدارس. فمن خلالها نقوم احنا بتدريب الطلاب عليها من خلال معايير معينة وكفايات معينة موجودة فنقوم احنا بتدريس الطلاب هذه نواحي فنية وأيضا في نواحي قانونية أخذها بسيطة يعني كمعلومات بت... أنا بتكلم عن نواحي أيضا الفنية يعني اليوم إحنا نشوف كثير من الأندية موجودة عندنا ما شاء الله وقطر يعني سباقة ولها إنجازات كثيرة في مجال الرياضة إيش دور المدارس الحكومية في نقل طلاب من هذه المدرسة إلى الأندية يعني في تواصل بينكم بالأندية؟ طبعا في تواصل عن طريق وزارة التربية والتعليم اللي هي عمل توأمات مع الأندية والاتحادات وكثيره طبعا التوامات عندنا احنا مع الاتحادات بالذات والانديه الرياضيه اللي حواليه طبعا المدرسه المنطقه اللي حوالين فكان في تو... توجيه كثير من الطلاب الى الانديه من خلال حضور المدربين الى المدرسه دعوتهم ومشاهده الطلاب والمواهب الموجوده عندهم فالمدرب يختار الطلاب وبعد كذا يتم توجيهها الى اللعبه اللي تناسبه اكيد احنا راح نستكمل بقيه الحديث في مجال اكتشاف المواهب الرياضيه لكن مشاهدينا خلينا نروح نشوف هذا التقرير الخاص بالجائزه العربيه للعلوم الاجتماعيه والانسانيه نشوف كثير من الباحثين متميزين في هذا التقرير نرجع بعد هذا التقرير نتواصل معك نستكمل باقي الفقرات الهدف الاساسي هو التنشئة او ابداع ابداع اجيال جديده من الباحثين المتميزين الذين تتصف اعمالهم بالابتكار والاصاله في معالجه قضاياهم الوطنيه، بلدانهم، مجتمعاتهم هذه الدورة استقبلنا أكثر من 500 مقترح بحثي وافقنا على 145 من بينها ثم استقبلنا 110 أوراق بحثية جرى ترشيح 80 من بينها للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ثم ضمت القائمة المختصرة للجائزة العربية 25 بحثا حياكم الله مشاهدينا في برنامج في ونكمل موضوعنا عن المسؤولية المجتمعية مع خبيرة التنمية البشرية أستاذة روضة عمران القبيسي كنا نتكلم عن رؤية قطر 2030 ونسينا ركن مهم احنا طبعا قلنا عن البيئة والاقتصاد والاجتماعية والبشرية صحيح فلو حضرتك بعد تكلمينا أكثر عن الرؤية هذه ومدى تحقيقها رؤيه قطر الوطنيه 2030 وبركائزها الاربعه بالفعل هي حملت المسؤوليه المجتمعيه على الكادرين هو الكادر المؤسسي والاقتصادي وجميع المؤسسات الموجوده عندنا الخيريه والاجتماعيه والتعليميه وايضا على افراد المجتمع وايضا هاي بثاقا من حكمه سمو الامير الله يحفظه لذلك المجتمع ككل حاب انه يكون على توعيه انا عندي هذه الفرصه اللي اوكلني اياها سمو الامير الله يحفظه كيف احقق هذه المسؤوليه المجتمعية؟ اجتماعية اذا تقولوا انا راح اخدم في التعليم، كيف انا راح اخدم في الناحيه الاجتماعيه، كيف انا راح احافظ على البيئه، كيف انا راح بالفعل اقوي من الكوادر اللي تشتغل عندنا في دوله قطر. نعم بالفعل انبثاقا من تخصصي، نقول كتخصص مثلا شخص متخصص في مجال الطب، شخص متخصص في مجال التعليم، شخص متخصص في مجال الاقتصاد، <applause> عليه أن يفكر بطريقه ابداعيه خارج عن الصندوق، بانه ينشئ ورشه عمل، بانه هو يحاول يعمل على اتفاق اتفاقيات بينه وبين مؤسسات الدوله يبتكر, يبتكر حتى في نقول الفعاليات اللي بالفعل دوله قطر تحرص على ادماج المجتمع ككل لحضور هذه الفعاليات انه هو يكون حاضر وموجود، ايضا الجمعيات الاجتماعيه اللي هي موجوده عندنا والتابعه لعده من الوزارات حضورها وتفاعلها مع المجتمع كل هذا قاعد يساعد الوجهين الوجه المجتمعي بان يدلي باراءه وايضا آه المؤسسات اللي موجوده تعمل على التوعيه وتاخذ التغذيه الراجعه منهم لتطوير كفاءتها بشكل افضل يعني طيب. اكيد لكل مؤسسه في خطه استراتيجيه أكي. فهل الخطط الاستراتيجيه اللي يعني يحطونها المؤسسات نابعه من المسؤوليه المجتمعيه يعني هل تحقق يعني المسؤوليه المجتمعيه اللي هي اصلا نابعه من رؤيه قطر الوطنيه 2030 طبعا جميع المؤسسات اللي عندنا في الدولة هي من الدولة موكلة إليهم أهمية مسؤولية هي تحمل جزء كبير من ميزانيتها السنوية لمسؤولية المجتمعية كيف تصريف هذا البند يجب عليها أن تصرفه في تحقيق هذا التوعية في مجال تخصصها مع المجتمع والتفاعل بشكل كامل مع المجتمع كيف النظره الى الخطه الاستراتيجيه اللي جايه من المؤسسه على المجتمع اول شيء يجب على المؤسسه ان تكون مدققة لرؤيتها تكون مدققة للأهداف اللي قائمة عليها تكون مدققة في أربعة الأهداف الرئيسية أن تكون مطبقتها داخل مؤسستها الوظيفية نقول الاهتمام في البيئة الاهتمام في حقوق الإنسان الاهتمام في المساواة في العمل وأيضا تحاول أن تكافح الفساد نقول الفساد الوظيفي الفساد الإداري نقول الاهمال الكامل في تطبيق القوانين المسنه عندنا في دوله قطر داخل مؤسستها بشكل دقيق كل هذا يعمل على وضع اطار لخطه استراتيجيه للمؤسسه نقول بعد خمس سنين كل سنه يتم تقييم المرحله اللي فيها هذه المؤسسه طبقا على الثلاث طبقات، نقول الطبقه العماليه وكيفيه توفير هذه الحق المساواه في الاجور، ايضا الطبقه التنفيذيه اللي هم الادارات وكيفيه تعاملها بشكل متكامل لتحقيق الشكل التنفيذي للمؤسسه وايضا مساعده الاداره الاستراتيجيه في متابعه تقدم هذه المؤسسات بما يهدف رؤيه قطر الوطنيه 2030، احنا لو شفنا كل سنة والحمد لله سواء كان في حصار او ما كان في حصار انتم شايفين المؤسسات مركزة على عملها بشكل دقيق نعم. حتى تتوافق قيمها ومعاييرها مع رؤية قطر الوطنية عشرين ثلاثين لذلك لم يؤثر الحصار بأي شكل من الاشكال، ممكن كان بالفعل مع ادارة المخاطر عندنا في دولة قطر تم وضع خطة اي وخطة بي وخطة سي، مع هذا نقول الاندماج الكامل والوعي في رؤيه قطر 2030 وتفعيلها بشكل كبير، وايضا اصحاب القرار عندنا في دوله قطر عندهم هذا الكم الكبير من الخبره في كيفيه دمج مؤسساتهم بشكل جدا فعال مع رؤيه قطر 2030، فعلت دورها وفتحت مشاريعها واحنا اليوم كل فخر قاعد نفتتح ولله الحمد بتشريف سمو الامير متحف قطر الوطني هذا نعم. فخر لنا كلنا وفخر بهويتنا الوطنيه. <applause> نعم يعني اكيد راح تكون لنا اليوم تغطيه مميزه <applause> لهذا الافتتاح المهم جدا على <applause> تلفزيون قطر يعني نتمنى منكم مشاهدينا المتابعه متابعه التغطيه الخاصه لافتتاح متحف قطر الوطني لو نتكلم عن الشراكه اللي بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وتنميه المسؤوليه المجتمعيه. ولله الحمد القطاعات الحكوميه عندنا في دوله قطر نقول وزاره الاقتصاد، وزاره التنميه، وايضا وزاره الداخليه مشكورين الصراحه تعاملهم وتكاتفهم بشكل كبير وايضا وزاره العدل، تكاتفهم بان يكونون اغلبيه الخدمات الكترونيا وايضا وجود كثير من ورش العمل يعني المنشاه سنويا وتقييمها نقول ملتقيات بين الوزارات مع الافراد حاليا فقط من خلال ايام كان في ورشه عمل بين وزاره التنميه مع اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه حتى تسمع منهم التغذيه الراجعه، هل كانت مستوى خدماتهم بالشكل المطلوب؟ اين هذه الثغرات اللي هاي موجوده؟ كان بالفعل اروع ما سمعت في هذه ورشه العمل ان اجمل ما نلقاه في هذه ورشه العمل كل التساؤلات اللي كانت في يعني في يعني يعني بالفعل شاغله بال الناس التجار او نقول التاجرات وكيف هم يقدرون يحلونها بشكل افضل وادق واسلم <applause> اعتراف بالخطا هذا جدا جميل لان بالفعل احنا مع بعض بالشراكه المجتمعيه بيننا وبين مؤسسات الدوله نسعى الى الحلول لا نسعى الى تطبيب التغذيه الراجعه من اصحاب المصلحه. نعم، استاذه روضه مثل مثل ما قلتي ما شاء الله يعني ان رؤيه قطر 2030 مثل ما قال سمو الامير ان قطر تستحق الافضل من ابنائها ان كل انسان مسؤول عن تحقيق هذه الرؤيه. اعطيتينا معلومات حلوه عن رؤيه قطر جزاك الله خير، كلمه اخيره توجهينا حق المشاهدين. أستاذ. الله يحفظهم مشاهدينا هالقطار انا جدا في كل محفل في كل مكان اذا قلت فخوره بشخص اظلم البقيه فوالله الحمد هالقطار كلهم والنعم فيهم في تخصصاتهم ومبادرتهم سواء على السلك التعليمي المعلمات ما شاء الله عليهم يعطون بشكل جدا عميق في تربيه هذه الاجيال لو قلنا على السلك الاقتصادي وجودهم بشكل كبير تحفيز الشعب بان يكون لهم مجال وبصمه في المجال الاستثمار ايضا لو قلنا حتى في مجال الامن والسلامه والله الحمد احنا حتى كسيدات وين ما رحنا لله الحمد نحس نفسنا في بيتنا يعني في هذا المستوى الكبير من الامان ولا يعني ولا تقليل قدر من جميع المؤسسات نقول المؤسسات الخدميه المؤسسات الاقتصاديه الاستثماريه الحكوميه كلهم بيد واحده بالفعل مشعرين الشخص في اي مكان يلقى خدم خدمته مثل ما يلقاها داخل بيته. <applause> فالله يعطيهم العافيه والاستمرار هي اللي تثبت هويتنا الوطنيه والانجاز لا لا يقيمنا نحن من نقيم انجازاتنا بما نقدمها للدوله. الحمد لله الحمد <applause> لله. كل الشكر لك استاذه روضه عمران القبيسي خبيره تنميه بشريه، كل الشكر لك على الاستضافه. الله يعطيك العافيه أه. وننتقل لشيخه مع ضيفها وبما ان عن يعني رؤيه قطر وطنيه وقطر تستحق الافضل ابنائها فاكيد ضيفك عنده كلام اكثر يعطيكم العافيه. اكيد يعطيكم العافيه زملائي اكيد المسؤوليه المجتمعيه متشعبه ومتفرعه ومن هذه المسؤوليات هي شلون انا ابرز المواهب الموجوده في طلابنا وعيالنا اليوم في المدارس. لما نتكلم عن ابراز هذه المواهب مش دور المدرسه بس ولكن ايضا دور الاباء. فشلون أنت تتواصلون كمدرسه مع هؤلاء الاباء ان ابنك عنده موهبه متميزه، كيف انت توصل هذا الاب وهل فعلا الاباء يعني مستمرين معكم في التواصل وقاعدين فعلا يعني يوجهون عيالهم لهذه الموهبه الرياضيه ولا يقولون لا خله اكاديميا خله ينجح ويدرس احسن له. طبعا المواهب كثيره في المدارس الرياضيه بالذات. ف احدى المشكلات يعني اللي احنا نواجهها في ان الولد يمارس رياضته او هوايته لولي الامر. يعني بعض اولياء الامور ينظر من الناحيه الاكاديميه هي المقام الاول حق ولده وتحصيله العلمي. طبعا شيء مهم جدا التحصيل العلمي والدرجات. لكن ما يمنع ان ولده ايضا يمارس الرياضه او الهوايه اللي هو يفضلها. فاذا حصلنا احنا طالب عنده موهبه رياضيه فنقوم بالتواصل مع ولي الامر في البدايه ونبلغ ولي الامر ان ولدك عنده موهبه رياضيه في رياضه ما فنتمنى ان احنا انك تساعدنا احنا ان احنا ننمي هذه الموهبه عند ولدك أه وما يمنع ان ولدك يمارس رياضه وايضا يقوم بعمليه تحصيل اكاديمي، طبعا هي محتاجه عمليه ايش من داخل البيت المتابعه. صحيح. يكون ولي الامر يتابع ابنه داخل المدرسه. وايضا خارج المدرسه، تاكد انه ما راح يحصل اي مشاكل او اي تضارب بين الموهبه او الرياضه اللي يمارسها او تحصيله العلم اليوم لما نتكلم عن البطولات ايضا اللي المدارس، ايضا من خلال طلابنا الموهوبين يعني متميزين في كثير من الطلاب ما شاء الله تميزوا واصبحوا من السباقين واعلام في مجال الرياضه، تمام. ايش البطولات اللي انتم يعني قادرين كمدارس وكمنسق حتى التربية البدنية انك تحققها من خلال طلابنا. طبعا من البطولات المهمة الموجودة حاليا في في دولة قطر وهي على فترة على المستوى العالم مو بس في قطر اللي هو البرنامج الاولمبي الرياضي المدرسي. برنامج قوي رائع فكرة ممتازة جدا من خلالها قمنا استخراج طلاب موهوبين في جميع الالعاب اكتشافات واكتشافات بحر محتاجه بس عمليه ان الانديه والاتحادات تشد حيلها تتبنى تتبنى الموضوع هذا وتشاهد تجي تشاهد المباريات اللي تقام في البطولات هذه، طبعا بالنسبه لمدرسه حمزه احنا محققين درع التفوق العام في البرنامج الاولمبي الرياضي المدرسي اربع مرات منها ثلاث مرات متتاليه طبعا فضل رب العالمين في البدايه ايضا دعم اداره المدرسه بقياده الاستاذ محمد عبد الله البلوشي وايضا طلابنا المميزين رياضيا الموجودين عندنا اللي معظمهم طبعا ضميناهم للانديه والاتحادات وايضا قاده طلعوا قاده في مراكز تدريبيه والحمد لله يعني البطولات عندنا كثيره يعني لا أكيد تعد ولا تحصى ما في مجال ان نذكرها. اكيد طبعا البطولات كلها يعني مثل ما قلت بفضل الله سبحانه وتعالى، وايضا دور المدرس يعني الناجح لما يعزز في طلابه هذه المواهب سواء كان موهبه رياضيه او حتى موهبه اكاديميه مختصه باحد المواد. كلمه اخيره حاب توجهها لكل اولياء الامور اللي انت قاعد الحين تقول ان في تواصل بينهم ولكن يمكن ما يرضى انه ابنه يعني يعزز هذه الموهبه الرياضيه في داخله خوفا من سيطره هذه الموهبه على الناحيه الاكاديميه او طغيان على الناحيه الاكاديميه كلمه اخيره آه طبعا اولياء الامور هم الشركاء الذهبيين والرسميين لاي مجال مو بس في التعليم فاذا لقيت عند ولدك موهبه رياضيه انت وجهه خلي يمارس الرياضة والأندية في قطر والمراكز التدريبية كثيرة، فأنت وجهة إنه يمارس هوايته أفضل من إنه يعني يروح في أماكن أو يقعد مع البلاي ستيشن مثلاً أو مع الجوال ومع فيمارس رياضة أفضل له وتحت عينك أنت. بس أكيد. وهذا كل كل المطلوب يعني مو شيء صعب على ولي الامر. اكيد السيد عيسى علي ابو حقب منسق قسم التربيه البدنيه في مدرسه حمزه الدادية شكرا لك على تواجدك اليوم معنا وتوضيح اهميه الرياضه واهميه حصه الرياضه في حياه طلابنا. اشكركم على حسن الاستضافه وان شاء الله اكون اضفت الشيء الجديد لكم وللناس ان شاء الله. اكيد اكيد لما نتكلم مشاهدينا في نهايه فقرتنا هذه عن الموهبه، الموهبه الحقيقيه هي هبه من الله سبحانه وتعالى، فلما تلاقي عند ابنك موهبه سواء كان في المجال الرياضي او حتى في مجال العلوم المختلفه التربويه او الانسانيه حلو ان احنا نعزز في عيالنا هذه الموهبه لانها الموهبه اذا ما عززتها راح تموت وما راح وتندفن وما راح تطلع مره ثانيه فعشان كذي انا انصح كل اولياء الامور ايضا ان انت تعزز هذه المواهب ايا كانت هذه الموهبه في نفس ابنك او بنتك وتشرف على تعزيزها. فاصل ونرجع نتواصل معاكم نستقبل باقي فقرات برنامجنا لا تروحوا وصلنا معكم اعزائي المشاهدين نهايه حلقه اليوم نتمنى ان شاء الله قطينا كل المواضيع اللي تهمكم نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد برنامج في الضحى نشوفكم ان شاء الله على خير مشاهدينا الكرام في حلقه جديده بكره من برنامج في الضحى واليوم اكيد طبعا المشاهدين راح نشهد ورده الصحراء راح تفتتح ان شاء الله في متحف قطر الوطني اللي يحمل تراث الاباء والاجداد وهو مجد من امجاد دوله قطر دائما نقول احنا السعاده عاده فخلوها دائما عاده في حياتكم وتعودوا عليها مع السلامه